موت حد عزيز علينا مش بيكون حاجة سهلة أبدا، في اللي بيقدر يتخطاها مع الزمن وفي اللي ما بيقدرش ويفضل لحد ما يموت متأثر بموت الشخص ده وما بيعرفش يكمل حياته تاني بشكل طبيعي. ولكن مع شخصية النهاردة أوليفيا عملت حاجة غريبة جدا، التأثير النفسي على أوليفيا كان كبير جدا لدرجة انه خلاها تحضر روح شريرة، والروح الشريرة دي زودت التأثير النفسي أكتر على أوليفيا وخلى نهايتها مأساوية. عاشت أوليفيا حياة بسيطة مع جوزها وابنها الوحيد إيدن، كانوا ساكنين في بيت هادي في ولاية تكساس بأمريكا. سنة 1990 يجي اليوم اللي هيقلب حياة الأسرة. إيدن الابن الوحيد كان بيعوم في بحيرة من البحيرات، ولكن يشاء القدر ان إيدن يغرق ويموت في البحيرة. ودخلت أوليفيا بعديها في حالة من الاكتئاب الشديد، وبدأت تبعد عن كل أصحابها وقرايبها وكل معارفها وتعيش في عزلة مع جوزها. ولكن من شدة اكتئاب أوليفيا جوزها ما استحملش وتخلى عنها وسابها واتنقل لمدينة تانية واتجوز تاني، وعاشت أوليفيا سنين جوه البيت لوحدها. بعد 4 سنين من الحادثة، وتحديدا في 27 فبراير سنة 1994، تيجي تليفونات غريبة لمركز الطوارئ الخاص بولاية تكساس. كان المتصل بمركز الطوارئ يتصل، ولما حد يرد عليه يفضل ساكت وما بيتكلمش، وفضل الحال زي ما هو على مدار أيام. كل يوم حد يتصل بالطوارئ ويفضل ساكت ما بيتكلمش خالص. الشرطة وقتها حست ان الموضوع كده مش طبيعي وانهم لازم يتحركوا، وبالفعل حددت الشرطة مكان الاتصال، واتضح ان المكان اللي بيتم منه الاتصال هو بيت أوليفيا. وصلت الشرطة لبيت أوليفيا وفضلوا يخبطوا على الباب، لكن مفيش حد فتح لهم. اضطرت وقتها الشرطة انها تكسر الباب، وتفاجئوا من اللي شافوه. البيت كله مليان تراب ومتبهدل، وواضح كده ان هو بيت مهجور ومفيش حد عايش فيه. طب اذا كان البيت فاضي ومهجور، امال مين اللي كان بيتصل بالطوارئ؟ مع انهم متاكدين 100% ان الاتصال تم من المكان ده. المهم فضلوا يفتشوا في البيت لحد ما لقوا اوضه مقفوله، وبعد ما فتحوا الاوضه اتفاجئوا من اللي شافوه. لقوا اوليفيا قاعده على كرسي هزاز خشب وميته، وقدامها مسبح صغير يخص ابنها إيدن. والمسبح ده كده حاجه عباره عن هيكل من الخشب بيبقى موجود في المعابد، فكانت اوليفيا حاطه مسبح ابنها قدامها ومليان بحاجات تخص إيدن، زي مثلا كده صور قديمه لإيدن، شويه حاجات كده تخصه. الاغرب من كده كمان انها حاطه شويه رماد من جثه ابنها، وكان في كلام غريب مكتوب على المسبح، كلام مكتوب بلغه صينيه قديمه. اوليفيا كانت قاعده على الكرسي وقدامها كل الحاجات دي، وكانت ماسكه دميه غريبه كده بين ايديها. كانت الدميه دي مصنوعه من الخشب، وباين ان هي صناعه يدويه، وكانت ملبسه الدميه لبس من هدوم ابنها إيدن. حاجه كمان غريبه لقوها، وهي ان الاوضه اللي قاعده فيها اوليفيا كانت نظيفه جدا ومترتبه، على عكس باقي الشقه اللي واضح انها مهجوره ومحدش مهتم بيها. الشرطه كمان لقت في الاوضه رساله مكتوبه من اوليفيا، كانت بتتكلم فيها عن مخلوق غريب كان بيأذيها، او ان في مخلوق غريب خرج عن سيطرتها. والغريب اكتر ان رساله مكتوب فيها تاريخ اليوم اللي هو اليوم اللي جت فيه الشرطه، في حين ان تشريح الجثه بيثبت ان اوليفيا اصلا ميتة من فترة طويلة. طب تعالى نشوف ايه اللي اتكتب في الرسالة اللي سابتها أوليفيا. يا إيدن، انا اسفة، ما كانش المفروض ان اسيب الموضوع يوصل لكده، وانت يا فيل لن ادعك تبقيني هكذا ايها المخلوق الشرير، امك قادمة اليك يا إيدن، امك تحبك. هل بقى أوليفيا انتحرت بسبب ان المخلوق اللي بتتكلم عنه في الرسالة ده بوظ نفسيتها ولعب بأعصابها لحد ما خلاها تنتحر، ولا كان المخلوق ده هو اللي قدر ان هو يقتلها بنفسه؟ محدش عارف. الضباط كمان اللي دخلوا الشقة قالوا انهم من ساعة ما دخلوا البيت وهم حاسين بحاجة غريبة، كانوا حاسين ان كأن في حد بيراقبهم او ماشي جنبهم. القضية بعد التحقيقات اتقفلت، والشرطة ما أعلنتش عن سبب الوفاة لأوليفيا. بعد أحداث القضية انتشرت إشاعات حوالين البلدة إن أوليفيا حضرت كائن شرير وكان هو السبب في موتها. وبعد قفل القضية بأيام، واحد من الضباط اللي كانوا مشاركين في القضية جاب واحد قريبه متخصص في الروحانيات والحاجات اللي زي دي، على أساس يحاول يديهم أي معلومة عن الحاجات اللي لقوها في الشقة، وقال لهم إن كل اللي موجود في المسبح ده بيدل على إن كان في طقوس وثنية اتمارست بالأدوات دي، وإن أوليفيا كده خلقت شيء اسمه الطلبة لابنها، والطلبة بتكون عبارة عن طقوس وثنية قديمة الشخص بيبدأ ينشئ فيها كيان خيالي بعقله ويسمي الكيان ده أي اسم، ومع الوقت
ومن كتر ما الشخص بيبدأ يتفاعل مع الكيان ده في عقله، واحدة واحدة بيبدأ يتحرر الكيان ده وينفصل عن عقلك، ويبدأ يظهر ليك في الحقيقة ويخرج عن سيطرة عقلك، والكيان ده بيبقى محدش بيشوفه غير الشخص اللي تخيله بس. فضل البيت مهجور لفترة طويلة محدش عايز يسكنه، لحد ما في سنة 2005 جه مالك البيت وجاب حد من الناس المتخصصة في الروحانيات عشان كان عايز يهد البيت ويبني تاني، بس كان خايف يعمل كده إلا لما يتأكد من حد متخصص في الروحانيات ويطمنه ويقوله ان مفيش مشكلة عليه لو هد البيت وبناه. ولكن الشخص ده بعد ما دخل البيت نصحه بانه بلاش يهده لانه مش قادر يتعرف على الكيان اللي موجود في البيت. القصة دي اتقال عليها كلام كتير، في ناس كتير شككت في صحتها، وفي ناس اكدت انها حقيقية، وفي ناس تانية قالت ان القصة اساسا انتشرت تمهيدا لفيلم اجنبي كان هينزل في السينمات، وان كل الصور المنتشرة للقصة دي مش حقيقية. عرفني رأيك في الكومنتات انت مع انه حد فيهم، ولو عجبتك القصة متنسانيش من اللايك والشير. اشوفك على خير ان شاء الله في الحلقة الجاية.